بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. دروس التفسير في المسجد الحرام للشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله. تفسير سورة البقرة. الدرس 35. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. قال الله سبحانه وتعالى في سياق فضائح اليهود والنصارى، وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، وهم يتلون الكتاب. كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم، فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. قالت اليهود ليست النصارى على شيء، أي ليست النصارى على دين، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء. كل طائفة تكفر الأخرى، وتحتكر الدين لها هي، كما قالوا من قبل لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. احتكروا الجنة لهم وأخرجوا منها غيرهم، ثم احتكروا الدين لهم، وأنهم هم أهل الإيمان، وأن غيرهم ليسوا على دين. هذا من جملة ضلالاتهم وافتراءاتهم. فقالت اليهود ليست النصارى على شيء، هذا فيه أن اليهود يزكون أنفسهم ويخطئون غيرهم، وكذلك العكس، النصارى يزكون أنفسهم ويخطئون غيرهم. وهذا فيه عدة أمور: أولا فيه تزكية النفس، وهذا أمر لا يجوز أن الإنسان يزكي نفسه، بمعنى أنه يمدحها ويثني عليها ويكملها ويتنقص الآخرين، هذا أمر لا يجوز. قال الله سبحانه وتعالى: فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. الواجب أن الإنسان دائما يتنقص نفسه ولا يكملها، ودائما يرى أنه مقصر في حق الله سبحانه وتعالى، هذا هو الواجب. أما أنه يمدح نفسه ويزكي نفسه فهذا مما يدل على عدم العقل، ويدل على الكبر، يدل على الكبرياء. فإن الإنسان دائما محل النقص، وهو دائما يسعى إلى تزكية نفسه بالأعمال الصالحة، لا تزكية نفسه بالمدح والتكميل والثناء على نفسه، بل يزكي نفسه بالأعمال الصالحة. قال تعالى: قد أفلح من زكاها، أي بالأعمال الصالحة، بفعل ما أمر الله وترك ما نهى الله. ثانيا
هذا فيه أن الإنسان يرى عيب غيره ولا يرى عيب نفسه، فاليهود لا يرون ما فيهم من العيب، وإنما ينظرون إلى عيب النصارى، والنصارى كذلك ينظرون إلى عيب اليهود ولا ينظرون إلى عيوب أنفسهم. وهذا من أخطر الأمور، أن الإنسان ينسى نفسه وينسى ما فيه من العيوب ويتتبع عيوب الآخرين، هذا مركب نقص في الإنسان. الواجب أن الإنسان ينظر إلى عيوبه ويصلحها، ولا يشتغل بعيوب الآخرين، وإنما يشتغل بعيوب نفسه ويحاسب نفسه. فاليهود لو أنهم نظروا إلى ما عندهم من الكفريات والضلالات لما قدروا أن يرفعوا رؤوسهم ولا أن ينظروا إلى الناس من الحياء والخجل مما هم فيه. اليهود عندهم من الكفريات والضلالات ما ليس عند العالم كله، ومع هذا يقولون ليست النصارى على شيء، ينظرون إلى عيوب غيرهم ولا ينظرون إلى عيوبهم. يقولون إن الله فقير ونحن أغنياء، يقولون يد الله مغلولة، ويقولون إن الله لما خلق السماوات وخلق الخلائق استراح، تعب لما خلق الخلق تعب واستراح يوم السبت، تعالى الله عما يقولون. ولهذا رد الله عليهم بقوله ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب، أي من تعب. هذا رد على اليهود، واليهود قتلوا الأنبياء، اليهود قتلوا الأنبياء، أنبياء الله. قل فلم تقتلون أنبياء الله، قتلوا جملة من الأنبياء، قتلوا زكريا عليه السلام، قتلوا يحيى ابن زكريا، وحاولوا قتل المسيح عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام، ولكن الله عصمه منهم ورفعه إليه. قالوا في مريم قولا عظيما وقدحوا فيها، تهموها في عرضها، وقالوا إن المسيح ابن زنا ليس له أب، يقولون هذا في نبي الله ورسول الله وروح الله عيسى بن مريم، ويقولون في أمه الصديقة مريم قولا عظيما، وحاولوا قتل محمد صلى الله عليه وسلم، حاولوا قتل محمد صلى الله عليه وسلم عدة مرات، ولكن الله عصمه منهم. هذه من فضائح اليهود، ومع هذا لم ينظروا إلى ما عندهم من القبائح، وإلا لو نظروا إلى هذه القبائح وغيرها مما عندهم لنكسوا رؤوسهم حياء وخجلا، ولم يستطيعوا أن يتكلموا، لأن العالم يعلمون حالهم، يعلمون حال اليهود، يعلمون ما عندهم من القبائح والفضائح مما ذكره الله سبحانه وتعالى من ضلالاتهم وكفرياتهم. ثالثا، هذا فيه جحود ما مع الخصم من الحق،
لا يجوز للإنسان إذا تخاصم مع شخص أو اختلف مع شخص لا يجوز له أن يجحد ما مع خصمه من الحق. الإنصاف يقتضي إن الإنسان يعترف بالحق الذي مع خصمه ولا يحمله الخلاف والبغض لخصمه إلى أن يجحد ما معه من الحق، بل يعترف بما معه من الحق. هم لا، هم أنكروا هذا، قالوا النصارى ليسوا على شيء، يعني ما معهم حق أبد. النصارى كذلك لما قالوا ليست اليهود على شيء، معناه أنهم كملوا أنفسهم وتنقصوا الآخرين، معناه أنهم اشتغلوا بعيوب الناس ونسوا عيوب أنفسهم، معناه أنهم جحدوا ما مع اليهود من الحق بسبب البغض والحقد والحسد. فما عند اليهود أشد منه عند النصارى من القبائح. هل هناك أقبح من قولهم إن الله هو المسيح ابن مريم؟ هناك أقبح من قولهم إن الله ثالث ثلاثة تعالى الله عما يقولون؟ هناك أقبح من قولهم المسيح ابن الله؟ هذه قبائح، ومع هذا لم ينظروا إليها، وإنما نظروا إلى عيوب الناس. ولهذا يقول جل وعلا: قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله؟ من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل. هذا كله اليهود والنصارى، ومع هذا يتبجحون، أيقولون لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، يقولون الناس كلهم كفار إلا نحن على الإيمان، يقولون قبائح وفضائح ولا يلتفتون إلى ما عندهم من القبائح والشنائع في حق الله سبحانه وتعالى، وهم يتلون الكتاب. يقولون هذه المقالة وهم يتلون الكتاب التوراة والإنجيل، وكان الواجب على البشر، على الناس إذا اختلفوا أن يرجعوا إلى الكتاب، أن يحكموا الكتاب. فالواجب على اليهود والنصارى لما اختلفوا فيما بينهم أن يحكموا كتاب الله التوراة والإنجيل، وكذلك المسلمون الواجب إذا اختلف المسلمون أن يحكموا كتاب الله سبحانه وتعالى، كما قال جل وعلا: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. قال سبحانه: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. الكتاب جنس يشمل جميع الكتب السماوية، فالله أنزل الكتب من أجل أن يتحاكم الناس إليها عند الاختلاف. وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. فالواجب على اليهود والنصارى وعلى المسلمين وعلى جميع الناس أنهم إذا اختلفوا لا يبقون على اختلافهم، وإنما يرجعون إلى كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
فيفصل النزاع فيما بينهم، ولا يجوز لهم أن يبقوا على خلافهم ويتعصبوا لمذاهبهم، كل حزب بما لديهم فرحون. فلو أن اليهود والنصارى رجعوا إلى كتاب الله الذي معهم التوراة والإنجيل والقرآن، لو رجعوا إلى كتاب الله وحكموا كتاب الله عرفوا المخطئ من المصيب، وعرفوا الحق من الباطل. وهكذا يجب على المختلفين إلى أن تقوم الساعة أن يرجعوا إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. الرد إلى الله هو الرد إلى كتاب الله، والرد إلى الرسول صلى الله عليه وسلم هو الرد إلى الرسول في حياته وإلى سنته بعد وفاته صلى الله عليه وسلم. الكتاب والسنة ولله الحمد موجودان ومحفوظان بحفظ الله عز وجل، فالواجب عند النزاع أن نرجع إلى كتاب الله. فلو أن اليهود رجعوا إلى ما معهم من التوراة والإنجيل، النصارى رجعوا إلى ما معهم من التوراة والإنجيل، لأن التوراة والإنجيل لهم جميعا، التوراة هي الأصل والإنجيل مكمل لها تابع لها، فلو رجعوا إلى كتاب الله التوراة والإنجيل لوجدوا الحق وفصل النزاع. والمبطل يرجع إلى الصواب والمخطئ يرجع إلى الصواب، هذا هو الواجب على جميع الناس. ولهذا قال وهم يتلون الكتاب، يتلون الكتاب، ومع هذا كل واحد منهم يكفر الآخر ويخطئ الآخر هوى من عند أنفسهم دون رجوع إلى الكتاب الذي يتلونه وهو التوراة والإنجيل. ولو رجعوا أيضا إلى التوراة والإنجيل لوجدوا فيهما ذكر محمد صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين، لأن التوراة والإنجيل يأمران باتباع محمد صلى الله عليه وسلم إذا بعث. هم جحدوا هذا وأنكروا رسالة محمد صلى الله عليه وسلم مع أنها عندهم واضحة، الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفونه يعني محمد صلى الله عليه وسلم كما يعرفون أبناءهم، وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي. وقال سبحانه وتعالى الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. قال تعالى ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي. النبي الأمي من هو؟ محمد صلى الله عليه وسلم. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم التوراة والإنجيل إلى آخر الآيات. فلو حكموا ما معهم من التوراة والإنجيل لآمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم، ولزال النزاع المستشري بينهم.
ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا كفرنا عنهم سيئاتهم ولا أدخلناهم جنات النعيم. ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. لو أقاموا التوراة والإنجيل على ما جاء فيهما من الحق وترك الباطل، ومن ذلك الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم، الإيمان بعيسى عليه السلام، والإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم، وهم يتلون الكتاب، فهذا فيه أن أي خلاف يكون بين الناس لا يفصله ولا يحكم به إلا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. لهذا ليس خاصا باليهود والنصارى، قوله وهم يتلون الكتاب هذا ليس خاصا باليهود والنصارى، بل هو عام لهذه الأمة أيضا. إذا اختلفوا فعليهم أن يرجعوا إلى الكتاب الذي يتلونه في كل وقت بالكتاب الموجود لديهم. فإن الله إنما أنزل الكتب لهداية الناس فيما اختلفوا فيه، أنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم، قال الذين لا يعلمون وهم الكفرة الأميون الذين ليس لهم كتاب، من أهل الجاهلية من المشركين والوثنيين، قالوا مثل قول اليهود، يكفر بعضهم بعضا، وكل منهم يقول ليست القبيلة الفلانية أو ليست الطائفة الفلانية ليست على حق وليست على شيء. كذلك قال الذين لا يعلمون وهم المشركون والوثنيون الذين ليس لهم كتاب، مثل قول اليهود والنصارى، فكل طائفة تكفر الأخرى كما عليه أهل الجاهلية من العرب وغيرهم قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. فالعرب يكفر بعضهم بعضا قبل بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم، وكل قبيلة وكل طائفة لهم معبود يعبدونه ويختص بهم، وكل طائفة تكفر الطائفة الأخرى. إذن صار اليهود والنصارى وهم أهل الكتاب مثل أهل الجاهلية والعياذ بالله. وجود الكتاب عندهم لم يفيدهم، صاروا مثل الذين ليس لهم كتاب. قال الذين من لا يعلمون مثل قولهم، قال الله جل وعلا فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. هذا وعيد، هذا وعيد شديد لهم، يتوعدهم الله جل وعلا بأن الحكم عليهم عنده يوم القيامة، وأنهم لن يتركوا على ما هم عليه في الدنيا، بل لا بد من يوم يقفون فيه بين يدي الله فيحكم بينهم ويبين من هو الذي على الحق ومن هو الذي على الباطل، ويجازي كلا بعمله. هذا هو الحكم الجزائي عند الله سبحانه وتعالى. الله جل وعلا حكم بين الناس في الدنيا بإنزال الكتب وإرسال الرسل، ويحكم بينهم يوم القيامة إذا وقفوا بين يديه، يحكم بينهم بحكمه العدل ويجازيهم بالجزاء الأوفى، ولا يظلم أحدا سبحانه وتعالى. فهذا فيه وعيد شديد على أهل العصبيات والحزبيات والمذاهب الباطلة الذين بقوا على ضلالهم
ولم يرجعوا إلى كتاب الله ولا إلى سنة رسول الله أن الله جل وعلا يحكم بينهم يوم القيامة فيجازيهم بأعمالهم، وأن هذا الاختلاف الذي وقع في الدنيا وهذا الهوى الذي اتبع في الدنيا أنه يسجل عليهم، وإذا جاءوا يوم القيامة فإن الله جل وعلا يحكم بينهم بحكمه العدل ويجازي كلا بعمله. فيجب على العباد أن يخافوا من هذا اليوم، وأن يتركوا العصبيات الجاهلية، وأن يتركوا النزاع والاختلاف الذي يؤدي إلى الذي يؤدي إلى الخروج عن حكم الله سبحانه في الدنيا، الخروج على كتاب الله وعلى سنة رسوله، سواء عند اليهود أو عند النصارى أو عند المسلمين، فهذا الحكم عام أن مرجع الجميع إلى الله سبحانه وتعالى، وأنه سيجازي كلا بعمله، وأن هذا النزاع والاختلاف الذي شجر بينهم في الدنيا ولم يرجعوا إلى كتاب الله أنهم سيوقفون بين يدي الله فيحكم بينهم حكما عادلا لا يظلم أحدا ولا يحابي أحدا، فيجازي كلا بعمله. ثم قال سبحانه وتعالى: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. ومن أظلم، أي لا أحد أشد ظلما ممن منع مساجد الله، لا أحد أشد ظلما ممن منع مساجد الله. وهذا بعد الشرك، لأن الشرك هو أعظم الظلم، وهذا أيضا من أعظم الظلم. لا أحد أظلم ممن منع مساجد الله، منع عباد الله، منعهم أن يعبدوا الله جل وعلا في المساجد التي هي بيوته. قيل هذا يراد به ما حصل من المجوس، ما حصل من المجوس في عهد بخت نصر لما غزا بيت المقدس، لما غزا بيت المقدس بإغراء من النصارى، غزا بيت المقدس واستولى عليه وخربه ودمره وألقى فيه الزبالات وربط فيه الحمير والبغال وهدمه. وقيل المراد ما حصل من أبرهة ملك الحبشة لما غزا الكعبة بالفيل يريد هدمها، فرد الله كيده في نحره وحمى بيته وأرسل عليه وعلى قومه طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل. وقيل نزلت في المشركين على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم
لما صدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه عام الحديبية لما جاءوا معتمرين ردوهم ومنعوهم من أداء عمرتهم ومن دخول المسجد الحرام، وأنزل الله تعالى فيهم وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه إن أولياؤه إلا المتقون، إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد، ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. فالمشركون صدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه عن المسجد الحرام، مع أن ولاية المسجد الحرام إنما هي لأهل الإيمان وليست للكفار، وما كانوا أولياءه إن أولياؤه إلا المتقون، ولكن أكثرهم لا يعلمون. وقيل إن الآية عامة في كلها، كل من صدع الناس عن المساجد في أي زمان وفي أي مكان، من صد الناس، وهذا هو الصحيح إنها عامة تعم ما حصل في عهد المجوس مع بيت المقدس، وتشمل ما حصل من أبرهة ملك الحبشة، وتشمل ما حصل من المشركين لما صدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وتشمل كل من منع المساجد وأغلق المساجد ومنع الناس من دخولها، منع المسلمين من دخولها في كل وقت. فهناك في عهدنا الحاضر هناك من يمنعون من الذهاب إلى المساجد ويغلقون المساجد كما حصل في الاتحاد السوفيتي وفي غيره، وفي حتى في بلاد المسلمين لما تغلب الجبابرة على المسلمين صاروا يتابعون الذين يذهبون إلى المساجد وينكلون بهم، من رأوه يذهب إلى المسجد أخذوه للسجن ومنعوه أنه يصلي في المسجد، ومنعوا إقامة الدروس في المساجد، ومنعوا ذكر الله في المساجد. فالآية عامة تتناول كل من صنع هذا الصنيع، والعبرة كما يقول أهل العلم العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فكل من حال بين المسلمين وبين المساجد فإنه داخل في هذه الآية إلى أن تقوم الساعة. قال جل وعلا مساجد الله، أضافها إلى نفسه تشريفا لها، إضافتها إلى الله من باب التشريف، كما قال تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. فالمساجد بيوت الله، في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. فهذا في المساجد التي بنيت لعبادة الله، هذه ليس لأحد كائنا من كان أن يمنع المسلمين من عمارتها بالطاعة بالعبادة بالصلاة بذكر الله بتلاوة القرآن
بالاعتكاف فيها ليس لأحد أن يمنع، بل الواجب أن تهيأ للمتعبدين وأن تفتح أبوابها للمؤمنين وأن تهيأ لهم. قد حث النبي صلى الله عليه وسلم على بناء المساجد وقال: من بنى لله مسجدا ولو قدر مفحص قطات بنى الله له بيتا في الجنة. بناء المساجد فيه فضل عظيم، وكذلك العناية بالمساجد بالنظافة وفتح أبوابها وتنظيفها من القاذورات وعمل ما يريح المصلين فيها من التكييف والتدفئة، من التكييف تبريد في وقت الصيف والتدفئة في وقت الشتاء مما يريح المصلين، هذا كله عمل صالح. وكذلك التردد عليها، تردد على المساجد، هذا من أفضل الأعمال، كما قال صلى الله عليه وسلم: بشر المشائين إلى المساجد، بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. وذكر صلى الله عليه وسلم أن من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله رجل معلق قلبه بالمساجد. المساجد بيوت الله، لها مكانتها ولها احترامها، تجب العناية بها، تجب عمارتها الحسية بالبناء وعمارتها المعنوية بالعبادة. وأما المساجد التي ليست لله فهذه يجب هدمها. المساجد التي تبنى وليست لله، إما أن تبنى على القبور أو على الأضرحة، هذه ما تسمى مساجد، هذه تسمى مشاهد شركية، يجب هدمها لأنها ليست لله وإنما هي للشرك وعبادة غير الله سبحانه وتعالى. فقوله تعالى: مساجد الله، يخرج المساجد التي ليست لله وإنما هي للشرك والبدع والخرافات التي تبنى من أجلها، فهذه يجب هدمها لأنها ليست مساجد الله وإنما هي مشاهد للشرك والبدع والخرافات. ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه، هذا فيه دليل على أن المقصود من بناء المساجد هو ذكر اسم الله جل وعلا فيها بالصلاة، بالاعتكاف، بتلاوة القرآن، بتدريس العلم النافع فيها، حلق الذكر، حلق العلم، تبنى من أجل هذه الغايات العظيمة والمقاصد العظيمة، ولا تبنى المساجد من أجل المباهات أو من أجل الرياء والسمعة، بل تبنى لله عز وجل لذكر اسم الله فيها. هذا هو المقصود من بناء المساجد، ليس المقصود من بناء المساجد المباهات، ليس المقصود من بناء المساجد تخليد الذكرى كما يقولون، تخليد اسم من بناها، لا، هذا لا يجوز. ليس المقصود من بناء المساجد أن تكون أثرية، تكون آثار، المقصود من بناء المساجد العبادة، عبادة الله جل وعلا فيها، هذا هو المقصود. مساجد الله أن يذكر فيها اسمه. وسعى في خرابها، سعى
في خراب المساجد، عمل الأعمال لتخريب المساجد حسيا كالهدم، كأن يهدم المساجد كما حصل من الكفار لما هدموا بيت المقدس، وكذلك ما حصل من الكفار لما غزوا بلاد المسلمين وهدموا مساجد المسلمين، وكذلك ما حصل من القرامطة لما دخلوا المسجد الحرام وقتلوا المسلمين في المسجد الحرام وسفكوا دماءهم في المسجد الحرام واقتلعوا الحجر الأسود وذهبوا به إلى هجر، هذا كله من السعي في خراب المساجد وسعى في خرابها. الخراب يشمل الخراب الحسي بالهدم، ويشمل الخراب المعنوي بمنع العبادة فيها، هذا خراب لها، ولو كانت قائمة ولو كانت مزخرفة ولو كانت مشيدة، إذا منعت العبادة فيها فقد خربت، لأنها لا تعمر إلا بذكر الله. قال تعالى: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله. هكذا عمارة المساجد، وسعى في خرابها أي عمل الأعمال لخراب المساجد حسيا ومعنويا. أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين، لأن ليس لهم حق في المساجد، المساجد للمسلمين وليس لهم حق الدخول، حتى الدخول فيها ما لهم حق يدخلون مساجد المسلمين إلا على حالة الخوف من المسلمين. وهذا وعد من الله جل وعلا للمسلمين بأن الله سينصرهم على هؤلاء الذين منعوا مساجد الله في وقت قوتهم وضعف المسلمين. الله وعد المسلمين بأنه سينصرهم، وأن الله سيذل هؤلاء الذين منعوهم من المساجد. وقد صدق الله وعده، فمكن المسلمين، غزا النبي صلى الله عليه وسلم مكة عام الفتح، وفتح الله مكة لرسوله صلى الله عليه وسلم، مكنه من المسجد الحرام وأبعد عنه المشركين، وأنزل الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عائلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم. فالله جل وعلا مكن المسلمين من دخول المسجد الحرام والصلاة فيه وعبادة الله فيه، وأذل المشركين ومنعهم من دخوله حتى يسلموا. إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام. انظروا إلى قدرة الله جل وعلا، ما بين غزوة الحديبية وفتح مكة إلا سنتان فقط. في عام الحديبية كان المشركون متسلطين على المسجد الحرام ويمنعون الناس، بعد سنتين أذل الله المشركين وأعز المسلمين، فصار المسجد الحرام في قبضة المسلمين ومنع الله المشركين من دخوله. هذا من نعمة الله سبحانه وتعالى. أولئك ما كان لهم أن يدخلوها، وفي الآية الأخرى: وما كانوا أولياءه إن أولياؤه إلا المتقون. وهذا عام في جميع المساجد، أن الولاية عليها للمسلمين. المسجد الأقصى الولاية عليه للمسلمين وليست للعرب كما يقولون،
إنما الولاية عليه للمسلمين سواء من العرب أو من العجم، أو فالحق للمسلمين في المسجد الأقصى، ما هو لليهود ولا للنصارى ولا للعرب ولا لأي جنس، إنما هو للمسلمين، للمسلمين. ولن يخلص المسجد الأقصى من اليهود إلا المسلمون الصادقون المجاهدون في سبيل الله عز وجل. أولئك ما كان لهم أن يدخلها، ليس لهم حق في المساجد. ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر، أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله. المشرك ليس له حق في المسجد، والمبتدعة ليس لهم حق في المسجد، إنما الحق في المسجد لأهل التوحيد ولأهل السنة، هم الذين لهم الحق في المساجد. وأما المشركون وأما المبتدعة والخرافيون فليس لهم حق في مساجد الله سبحانه وتعالى، لأنها إنما عمرت لطاعة الله ولذكر الله عز وجل. أولئك ما كان لهم، أي هؤلاء الكفار، ما كان لهم من يدخلها، ليس لهم حق، ليس لهم حق في المساجد، لا في دخولها ولا في الاستيلاء عليها والولاية عليها، وإنما هي للمسلمين في جميع أقطار الأرض. وسواء المساجد الثلاثة، المسجد الحرام ومسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، المسجد الأقصى، أو بقية المساجد في جميع أقطار الأرض، إنما هي للمسلمين الذين يعبدون الله فيها، وليست للمشركين وليست للخرافيين وليست للقبوريين وليست للمبتدعة. كل هؤلاء ليس لهم حق في المساجد، يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. هؤلاء هم أهل المساجد الذين يعمرونها. ثم قال جل وعلا: لهم في الدنيا خزي، لهم في الدنيا خزي. الحمد لله، تحقق وعد الله، أخزاهم الله، فأنزل الله ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله، وأنزل قوله: لا فلا يدخل المسجد الحرام بعد عامهم هذا. وأوصى النبي صلى الله عليه وسلم بإجلاء اليهود والنصارى من جزيرة العرب. ولما كان في خلافة عمر رضي الله عنه أجلاهم وأخرجهم من جزيرة العرب امتثالا لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا هو الخزي في الدنيا، أخزاهم الله في الدنيا، وفي الآخرة لهم عذاب عظيم. لهم عذاب عظيم، يعني لهم عقوبتان: عقوبة في الدنيا وهي الخزي بين الناس والذل بين الناس، وفي الآخرة لهم عذاب في جهنم عظيم لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. نسأل الله عز وجل بأسمائه وصفاته أن يهدينا وإياكم صراطه المستقيم، وأن يثبتنا على الدين، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. نسأله سبحانه وتعالى أن يثبتنا وإياكم على الحق، وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا. نسأله سبحانه أن ينصر دينه، وأن يعلي كلمته، وأن يعز عباده المؤمنين، وأن ينصر من نصر الدين،
وأن يخذل من خذل الدين. نسأله أن يصلح ولاة أمورنا وولاة أمور المسلمين، وأن يولي علينا جميعا، أن يولي علينا خيارنا، وأن يكفينا شر شرارنا. اللهم أصلح إمامنا، اللهم احفظه بحفظك، اللهم أصلح بطانته، اللهم أصلح إخوانه وأعوانه، واجعلهم هداة مهتدين. اللهم أبعد عنهم بطانة السوء والمفسدين. اللهم من أراد الإسلام والمسلمين بسوء فأشغله بنفسه، واردد كيده في نحره، واجعل تدميره في تدبيره، إنك على كل شيء قدير. اللهم أصلح ولاة أمور المسلمين في كل مكان. اللهم ولي علينا خيارنا، واكفنا شر شرارنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا يا رب العالمين. ربنا تقبل منا، إنك أنت السميع العليم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ، لقد كثر في هذه الآونة الأخيرة تدريس المرأة للنساء في المسجد، حيث تتوجه كثير من النساء إلى هذه المرأة تحلقن حولها، ولقد أفتى بعض العلماء ببدعيته، فما صحة هذه الفتوى؟ جزاكم الله خيرا. لا شك أن الأولى بالنساء أن تكون في البيوت. قال صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهم. والمعروف من السنة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أن النساء يخرجن للصلاة مع المسلمين، ويستمعن أيضا للدروس التي يلقيها الرسول صلى الله عليه وسلم، يستمعن لذلك ويسألن إذا أشكل عليهن شيء. أما أن يقام للنساء حلقات في المساجد فهذا شيء ليس معروفا في تاريخ المسلمين، هذا الشيء ليس معروفا في تاريخ المسلمين أنه يكون للنساء حلقات في المساجد، وإنما تكون حلقاتهن في بيوتهن، في البيوت أستر لهن وأبعد وأتبع للسنة، وبيوتهن خير لهن. نعم. وإذا تجرأ النساء على هذا، خرجنا وعقدنا حلقات في المساجد، هذا يجريهن على الخروج من البيوت، ويجريهن على البروز، ويفتح لهن الأبواب المغلقة التي إغلاقها خير لهن من فتحها لما فيها من الفتنة. والأمور تبدأ شيئا فشيئا ثم تكثر، أول الشيء سهل ثم يتعاظم ويصعب بعد ذلك منعه. بارك الله فيكم. أنا شاب أبلغ من العمر 18 عاما. أحمل صور شريط فيديو وصور ورقية لشاب قد قتل وهو كان يعز علي كثيرا، فهل يجوز أحمله ذكريات عندي وقد تفرجه بعض الأصدقاء، فهل يجوز في ذلك أو ما الحكم؟ جزاكم الله خيرا. هذا حرام، حرام حفظ الصور، الاحتفاظ بالصور للذكريات هذا لا يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم أمر بطمس الصور، قال: لا تدع صورة إلا طمستها. فلا يجوز إبقاء الصور للذكريات والاحتفاظ بها للذكريات، هذا أمر لا يجوز. والتصوير من الكبائر، واستعمال الصور من الكبائر، إلا عند الضرورة، حمل الصورة عند الضرورة فقط. الإنسان يحتاج إلى الصورة لأجل حفيظة النفوس أو البطاقة الشخصية أو جواز السفر، هذه أمور ضرورية. أما أنه يحملها للذكريات فهذا أمر لا يجوز، والواجب إتلافها، المبادرة بإتلافها. وإذا كنت تحب أخاك فإنك تدعو له
تستغفر له تتصدق عنه. أما الاحتفاظ بصورته فهذا معصية ولا ينفعك ولا ينفع لا ينفعك ولا ينفع أخاك. نعم. امرأة طافت وسعت ولم تقصر ناسية وارتكبت بعض المحظورات من جماع وغيره ثم ذكرت أنها لم تقصر، ماذا يلزمها؟ هل تقصر ولا شيء عليها أم عليها دم لعدم التقصير وتعفى من المحظورات بسبب النسيان، أم عليها دم لعدم التقصير ودم بعدد المحظورات؟ وهل هناك فرق بين طول الفصل وقصره؟ تقصير من مناسك العمرة لا بد منه، تقصر متى ذكرت ولو طال الوقت، لأن ما تكمل العمرة إلا بالتقصير. لكن إذا حصل محظورات الإحرام قبل التقصير فالجماع يجب به فدية، يجب عليها ذبح شاة عن الجماع في مكة توزعها وتذبحها في مكة توزعها على فقراء الحرم. وأما بقية المحظورات مثل قص الأظافر أو إلقى شيء من الشعر، إلقى شيء من شعر جسمها أو من عانتها أو من رأسها، هذا محظور من محظورات الإحرام. كذلك الطيب لو تطيبت هذا محظور من محظورات الإحرام. فالأحوط لها أن كل محظور أنها تتصدق عنه، أنها تخير بين ذبح شاة توزيعها على الفقراء في مكة أو صيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين، تخير بين هذه الأمور 3. وأما الجماع فيجب فيه فدية، يجب فيه ذبح فدية. نعم. فضيلة الشيخ، يوجد كتاب بعنوان مناظرة مع أهل الكتاب لمؤلف مصري وهو من العصريين وهو ليس معروف بالعلم، يستدل على القرآن من التوراة والإنجيل ويقول عن الشيعة ليس بيننا وبينهم خلاف في الأصول، هم إخواننا لأنهم يقولون لا إله إلا الله، وكل من قال لا إله إلا الله فهو أخونا. الكتاب أنا ما رأيته، ما أدري عنه، ولكن قوله بأن الشيعة ما بيننا وبينهم خلاف في الأصول وإنما الخلاف في الفروع، هذا يدل على جهله، يدل على أنه جاهل أو أنه مضلل، يعرف ولكنه مضلل. الخلاف بيننا وبينهم في الأصول ما هو في الفروع فقط، بيننا وبينهم خلاف في العقيدة. نعم. قضية الشيخ، إذا تعدت الجنائز هل أجر واحد متعدد؟ وما الحكم إذا حضرت الصلاة، إذا حضرت صلاة الجنازة وأنا أصلي راتبة الصلاة؟ الصلاة على الجنازة فيها فضل عظيم، فيها فضل عظيم، من صلى عليها فله قيراط، ومن شيعها وحضر دفنها فله قيراط آخر. الصلاة على الجنازة فيه فضل، والقيراط مثل الجبل العظيم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني وزنه مثل وزن الجبل العظيم، هذا فضل عظيم. يصلي المسلم على أخيه المسلم على جنازته أو على الجنائز إذا حضرت، وله بكل صلاة أجر، وله بكل صلاة قيراط من الأجر مثل الجبل العظيم عند الله سبحانه وتعالى مهما تعددت الجنائز. نعم. مش باقي السؤال؟ وما الحكم إذا حضرت الصلاة، ما الحكم إذا حضرت صلاة الجنازة وأنا أصلي راتبة الصلاة؟ إذا حضرت صلاة الجنازة وأنت في راتبة تكملها، تكمل الراتبة ولا يجوز لك تقطعها. فإذا أكملت الراتبة إن أدركت شيء من صلاة الجنازة تدخل معهم في البقية، في بقية صلاة الجنازة، وتعتبره أول صلاة الجنازة بالنسبة لك. فإذا سلم الإمام تكمل صلاة الجنازة على صفتها، مثلا إذا كبرت التكبيرة الأولى مع الإمام سلم الإمام، إذا كبرت التكبيرة الأولى تقرأ الفاتحة ولو كانت هي آخر تكبيرة أو هي التكبيرة الثالثة للإمام،
أن تعتبرها هي التكبيرة الأولى لك، تقرأ بعدها الفاتحة. فإذا سلم الإمام تكبر التكبيرة الثانية، تكبر التكبيرة الثانية وتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تكبر التكبيرة الثالثة وتدعو للميت، ثم تكبر التكبيرة الرابعة وتسلم. وإذا خشيت أن الجنازة ترفع قبل تكمل صلاتك عليها فإنك تتابع التكبيرات، تكبر متتابعا وتسلم ويكفي هذا والحمد لله. نعم. بارك الله فيكم. أنا شخص مقيم في السعودية منذ سنة وأنا في الجالية السودانية، أريد تحويل بعض المال إلى أسرتي في السودان، فهل يجوز تحويل الفلوس عن طريق البنوك؟ ما يخالف، لا تأخذ تشتري العملة التي تريد تشتريها من هنا وتحولها إلى البلد الذي فيه أولادك، تحويل جائز ما في بس البنوك وفي غيرها، حاجة الناس إلى هذا وليس فيه ربا، تحويل ليس فيه ربا، تحويل موجود من عهد النبي صلى الله عليه وسلم، قال من أحيل على مليء فليحته، في رواية من أحيل على مليء فليتبع، الحوالة جائزة. نعم. ما حكم التسبيح في جميع الأوقات بالسبحة؟ إن كان يعتقد أن السنة السبحة فهذا بدعة، لأن السنة البدعة، لأن المسبحة ليست سنة إنما هي مباحة فقط. إذا كان قصدك العد، عد التسبيحات بخرزات السبحة ولا تعتقد فيها فضيلة فلا بأس، أما إن كان تعتقد أن السبحة أفضل من غيرها فهذا باطل ولا يجوز. نعم. هل يشترط نصح المخطئ قبل إعلان الرد عليه؟ هل يشترط نصح المخطئ قبل إعلان الرد عليه؟ نصح الإيش؟ المخطئ. أيوه. إيه نعم، إذا كان عندك علم، إذا كان عندك علم وعرفت أن هذا الشيء خطأ ومخالف الكتاب والسنة، يجب عليك أنك تبين للمخطئ بالحكمة والموعظة الحسنة، ما هو بالتعنيف ولا بالتشديد عليه، وإنما بالحكمة والموعظة الحسنة، وتبين له الحكم الشرعي، هذا واجب عليك. نعم. ما حكم من يحجز بالصف الأول بالسجاد أو أن يرسل ولدنا وصاحبه أن يحجز لهما مكان في الصف الأول؟ لا يجوز هذا، أنه يحجز في الصف الأول ويبقى في بيته.